عمر الصيف هذا الصيف هم من مواليد مدينة العقبة 87 متزوج وعندي 3 أبناء من سكة المحلة لي 6 فلوس شغال بلاي بيعاون ذاتي الحمد لله كنت أسوي وجبت حاجات كده بلاي الكشك أنا كنت مسيت المحلية وكان عندي جروش مبلغ بتاع بدن بتاع كان شعبي وكان ناقص ومسيت جيت الأكشاك دي قدمت فيها اتحصلت على الكشك ده والحمد لله في 3 يوم استلمت. أنا كنت في مدرسة بتاعة عطارة في مدرسة سنة كنت شغال في السوق ساكن جلمندي شغال في السوق وعندي ولد عيان والله كنت قاعد أعالجه شغال في السوق في المدرسة بتاعة سنة أنا كنت ممر بظروف صعبة شديد أنا تتغير يوم باليوم والشغل بتاع العطارة ده كان مسبب لي كرش شديد لغاية ما جيت الكشك ده الحمد لله وأنا قبل 3 أبناء يعني دول ده يقول عشان يأكل أولاد ويعيش أولاد حلال أشكر شركة جنة على تعاملها معايا وأشكرها على هذا الكشك وأتمنى لما يزيد من التقدم والاتحاد.